انت ما تبس انا خاطر مظبوط انا صار مش طارق انا ليه عم بيسير عم مسجل لك اياهم انا ما سمعت اياهم مشاكلكم كلها تبع الخطوات اماني برأيي انا ما ببيعكم لو مليار انا عم بركب وراكم بدفع من جيبتي ما بيجي بطلب منه شيء كرمال لشو لحتى قاتل باللحم شوارع قاتل كرمال لحتى اوصل مين وصلكم لقوني شيخ شو قلو سيد وليد لو سمحتوا شوي باسم المختار بس لو سمحتوا شوي باسمي هاول 2000 ليرة باسمي طلعوا لقوني مظبوط انا مراقب الموت جيب بطلوب بدو خليك فيه معكم خبر وقت الرخصة تراك البنزين شو كان بتصير بعد وشعال بعد وراي قال انخفض شعال حلو كيف انخفضوا قال ساعة العشرين تنهضروا تاخذوا 3-4% صرتوا عم تاخذوا 10% نحن اتفرجت عليكم قلت لا ليك والله يشهد علي ربك قلت لا ليك اي ساعة بتمد ايدك عجعت المحطات او سرعتين خلص بكيرا بدي يضي لي كني تبع طيب خلي يقوم بتيري كلها عليك انت بحرم انا سكوت وبدنا منك هذا الموضوع انا اللي عم بعمل هيك انا ما لي مش ميلي وقت لما بيجي فل وعشر